فالحق المايه بتغلق. الحقني يا يحيى الحقني، انا شكلي بولد يا حبيبي مش دلوقتي. ايوه زفت. زفت؟ ما هو لازم تبقى زفت. مش انت اللي عملت كده في نفسك؟ انا كنت حاسبها صح. ايه اللي بوظ الدنيا؟ مش فاهم. مفيش حاجه اسمها حاسبها صح. في حاجه اسمها انك تبقى صادق مع نفسك قبل ما تبقى صادق مع غيرك. والنبي بلاش حاجه مكون مواصك دي. انت حر. عايز اتكلم معاك. اه طبعا اتفضلي. طيب بعد اذنكم. ينفع اللي حصل ده؟ انا اسف بجد. اسف ده ايه؟ هو الاسف سهل كده؟ في الحقيقه انا كنت حاسه ان انت مخبي حاجه، وياما قلت لها وهي ما كانتش بتصدقني، كانت واثقه فيك زي الغلبانه التانيه دي. بس انا بحبها بجد. بتحبها ده ايه؟ هو الحب عندك كده؟ بتكذب عليها وانت عارف حالتها؟ انت مش عارف هي عامله ايه دلوقتي؟ انا هروح لها وفاهم. تكلم مين؟ انت مجنون ولا بتستعبط؟ بقول لك ايه يا ابن الحلال؟ خلاص الموضوع سخف كده، كل واحد فيكم يروح لحاله. يحيى يحيى. ايه في ايه؟ مبروك مجالك يا ابو العيال. لا كفايه، انا مش ناقص. مش ناقص ايه وكفايه ايه على دماغك؟ ايه النجاحه دي؟ ايه ده؟ انت ليك عين تتكلم كمان؟ يا ابني انت اللي زيك انطردوا من زمان، يروح يعيشوا في جزيره كده لوحدهم مش معانا وسط بني ادمين. مش مكسوف؟ على فكره انا اللي غلطان، انا اللي غلطان، انا وثقت في واحد من غير ما يديني اي دليل على حبه ليا. بقولك على حاجه، اوعى تفتكر يعني انا لسه زعلانه وكده، بالعكس انا مبسوطه جدا ان ربنا كشفك ليا في الوقت المناسب. طب متصور ان انا كنت هقبل ابقى زي الاثنين المغفلين اللي انت ضحكت عليهم؟ على فكره بيجي لي عرسان كتير جدا كل يوم، يعني يوم ويوم، عشان مبقاش كدابه بس يعني.
بس الكدب خيبة بيطفشوا من أول قعدة معايا، بيشكوا، بيلاقوني متسربعة على الجواز، بيخافوا وبيهربوا. بس العيب مش عليهم، العيب على أهلي. من أولى جامعة تتجوزي إمتى؟ فضحتينا، الناس كلوا وشنا، داخلة وطالعة كده متأخر حتى بعد الكلية، مع إنه شغل يا أخي. مش عارفة ليه على طول بيعاملنا على إننا ناقصين مهما كان معايا شهادة ومستقلة. ناقصة عمري ما هكمل من غير راجل. خلوني أي حد يقولي بحبك على طول زي الهبل بدون ما أفكر. بس أنا قررت أتغير، قررت من النهاردة أبقى كاملة. أنا مش ناقصة عشان يكملني حد، أنا عندي شغلي وشهادتي. قررت أحترم نفسي يا يحيى، وأنت كمان حاول بقى تحترم نفسك، تحترم بنات الناس. بنات الناس مش لعبة في إيدك. على فكرة ولاد مايا لازم يخشوا الحضانة. إيه؟ ليه؟ ما تقلقش، خلاص زمانهم دخل. أنا اديتهم التفاصيل وخلاص زمانهم دخلوا. لا بس ما شاء الله بتتخض اهوت وبتخاف وبدأت تفكر في حد تاني غير يحيى. برافو، في أمل اهو. يعني مش ناوي تقضي حياتك الجاية كلها هربان من مكتب لمكتب زي الفيران كده؟ بدأت تفكر اهو هتبقى بني آدم إن شاء الله قريب. فوق يا يحيى وحاول تظبط حياتك، تحترم نفسك عشان الناس تحترمك. ما كانش عشان خاطر مراتاتك اللي انت ظلمتهم، فعشان خاطر عيال اللي ملهمش أي ذنب إن ربنا بلاهم بأب زيك. مش عايزين يحيى تاني في المجتمع، كفاية قذارة، ها؟ كفاية قرف. قرف. هو إيه اليوم ده؟ مش راضي يخلص ولا إيه؟ ايه ده؟ لا لا لا، انت لازم تستريحي. اقعدي يا حبيبتي، اقعدي، انت لسه قايمه من الولاده. زهقت يا ماما من قعده السرير، محتاجه امشي من المستشفى دي دلوقتي حالا. يا حبيبتي انت لازم تستريحي، انت قايمه من ولاده، ما ينفعش كده. مش قادره يا ماما، هستريح في بيتي. حاضر، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس استريحي. اتفضل. مامي الحلوه عامله ايه؟ الحمد لله. أنا عايزاكي تطمني على الولاد، إن شاء الله هيبقوا زي الفل. أنا محتاجة أشوفهم. تمام، ساعة وهوديكي، وهنقعد معاهم شوية. وأقولك على حاجة؟ عزماكي على الفطار. رنجة وفسيخ وبصل، إيه هنولع المستشفى النهاردة. هترفض النهاردة بسبب لعلمك، أنا مش طايقاهم أساساً. الله، اضحكي بقى. انت ام دلوقتي واهم حاجه في حياتك ولادك، ولعلمك بقى اللبن بيتنقل لهم بالزعل بتاعك ده. اهدي. امال البيه فين بقى ان شاء الله؟ طيب بقول لك ايه، ممكن ما نتكلمش في حاجه دلوقتي عشان خاطر ميه بس عشان تهدى كده. انا مش عايزه اسمع سيرته هنا يا ماما لو سمحتي. بصي انا عارفه الموضوع خاص وماليش اتدخل، بس على فكره يحيى حد طيب جدا، ولو تفكري تسامحيه بس عشان خاطر الولاد. اسامحه ازاي؟ قتلها بتاع ستات وكمان متجوز عليا. غلط، وغلط كبير كمان. انا معاكي، تصور ان من حقه يعمل ده والموضوع مفتوح، مع ان انا قريت مره ان هو ما ينفعش يعمل ده غير في حاله واحده بس. بس للاسف مجتمعنا الذكوري ما بيقولش ده. انا عايزاكي بس دلوقتي اهم حاجه تفكري في ولادك. ممكن؟ هو انت تقبلي تكوني ضاره يا دكتوره؟ احنا عايزين نهديها عشان خاطر الولاد، ارجوكي.